تعب على العبيد. مازلت صغير ملي حليت عيني في الفصدق. تاكل اخضر ايه، مطعمو كيفك نحن ناكلو هكاك اخضر ايه. خرج الذهب الاخضر، سموه الذهب الاخضر. نحن غاديين رخيص، ما رخيص 40 دينار استمر. ماجد بن عباس هي الاولى على مستوى وطني، معنا على المستوى الوطني هي الاولى في انتاج الفستق، خاطر نظرا للتغيرات المناخيه ولات شجره الفستق ياسر متاقلمه مع التغيرات المناخيه. من المجب العباس عندنا اللوز وعندنا الفستق، عندنا جبنا لهم الاخضر الفستق وجبنا لهم اللوز المكسر. احنا جايبين النوعيه الاكسترا، النوع الرفيع، بيولوجيه تونسيه 100% اخويا. هذه حاجه عندها 15 يوم ملي طابت، هذه حضره السنه، هذه حاجه جديده هذه اخويا. كاليبر اكبر كاليبر وفيوليت من داخل معروفه مجب العباس، حتى على مستوى جودة تحتلت المرتبة الأولى في الجودة. ماجد بن عباس من قبل، غير ما عنديش إشهار وما عنديش إعلام قبل. معنا إشكالية في لا محمد رسول الله في الترويج نحن، فهمت ولا؟ إي ثم نش عن سوم بخس هنا غادي يخدم، فهمت ولا؟ يخدم ب 30 35، نطلب من الدولة أن تعملنا، فهمت ولا، ديوان خاص بالفستق كيما ديوان الزيت. عندنا جفاف والدولة ما خزرتلناش بالماء. نحن شجرة الفستق في الأصل تجيبها في 12 كيلو 15 كيلو. نحن في الفستق جيب في 7 كيلو 5 كيلو. البيولوجي لازمك الماء، الماء ما ثميش. شفت الفلاح يشر فيه المتر ب 5000. بورقيبة في قلب العاصمة بالضبط، فما خيمة اللي يتعدى من الحبيب بورقيبة يتسائل شنية هذه مكتوب عليها المهرجان الوطني للفستق بماجد بن عباس. خلينا نكتشفوها شنية ماجد بن عباس، شو المهرجان هذا؟ برشا عباد ما تعرفهاش ماجد بن عباس. معنا أنت اليوم كاتب عام المهرجان، بل كل شيء، شنو مهرجان الفستق بماجد بن عباس وش تعملوا في الحبيب بورقيبة؟ بداية شكرا ساحة على الإعلاميين كلها، التغطية الإعلامية. محمد صايل مباركي كاتب العام مهرجان الوطني الفستق بمجمع عباس. احنا اليوم في اطار الدوره السابعه المهرجان الوطني بمجمع عباس، تعدى بمرحله اولى اللي هي بدات من الجهه في مجمع عباس، عملنا معرض الاولاني دام مده 5 ايام، ما انطلق يوم 22، واليوم نحن في المحطه الثانيه في شارع حبيب بورقيبه بالتحديد. الغايه الاولى هي ساحه تقريب المنتوج من المستهلك، باش هو يشوف المنتوج نتاعنا اللي هو منتوج محلي معناها نتاعنا. والحاجه الثانيه ان الشجره الفستق هذه يلزم هي فهي بطبيعتها هي ثمينه، ونحبوا نزيدوا نحن نثمنوا المنتوج نتاعنا. هذا بالنسبه للغايه. حبينا نقولوا اللي ماجد بن عباس هي الاولى على مستوى وطني، معناها على المستوى الوطني هي الاولى في انتاج الفستق من حيث الكم، معناها تنتج في حوالي وحده كمعتمديه في 600 طن هذه سنويا، السنة معناها تنتج في عندها 600 طن. من حيث المساحة تم ما يقارب على 4300، أكبر مساحة في المعتمديات 4300 هكتار، هذه مساحات الزراعة تاع شجرة الفستق. معناها نحكي ومجد بن عباس المنطقة سامحني المهمشة المنشية البعيدة، معناها في طرف القصرين، نقولوا احنا بنية تحتية تيابة، المنطقة المهمشة هذه هي المنتج الوطني الأول في تونس للفستق. مالجري اللي كنت احكي فيه من توا اللي هي العوائق، واللي هي معناها منطقه ربما تتصنف من المناطق النائيه معناها في الاطراف نتاع الجمهوريه، الا انها هي فرضت روحها بالمنتوج هذا، منتوج الفستق. الحاجه اللي الميزه نتاع شجره الفستق انها هي الشجره الوحيده تتاقلم خاصه مع التغيرات المناخيه، واللي هي معناها تتماشى مع الشح المائي، لان تنجم تقول في العام كامل شجره الفستق معناها تكتفي بمعناها 4 مرات معناها سقي نتاع الشجره يكفيها ان هي باش تكون في اوج المنتوج نتاعها. هذه هي شجره الفستق باش تتميز. باعتبار ان مجمع عباس اللي هي منطقه يعني شبه جافه، او نقول ربما منطقه جافه، هذه يعني الشجره هذه تتكاثر فيها وتمشي معها، مشيت مع المناخ، وتحديدا زاد التربه ككايتي بتاع التربه في مجمع عباس تتماشى مع شجره الفستق. لذا احنا الشجره هذه نحبوا نثمنوها، نحبوا نطوروا فيها، ونحبوا الشباب اللي هو اليوم يعاني من البطاله، ولما لا انها الدوله تتلفت له وذولا وتدعمه وتعطيه مساحات باش لازم يزرع الفستق وتطور بها الشجره هذه، وان شاء الله من دائما من حسن الى احسن. بالنسبه للمعرض في شارع حبيب بورقيبه انطلق البارح بتاريخ البارح هو بتاريخ 28،
ويتواصل حتى اليوم 2 سبتمبر. والنسبة بالنسبة للمواطنين اللي باش يجيو يكتشفوا هوني باش يكتشفوا برشا حاجات بخلاف الفصدق لسويهم قديش؟ خطر هوني ريت فصدق، ريت لوز، ريت شريحة كرموس، الأسعار لسويهم قديش؟ لسويهم هي مربوطة أولا الساحة بالنوعية، احنا جايبين النوعية الكسرة النوع الرفيع اللي هي هذه الفصدق الماتري. الأسوام اليوم تخدم عنا هنا ب 40 دينار معناها مقارنة بالأسوام برا اللي هي معناها تتسمى أسوام في متناول يعني المواطن ينزم يجي يشري. ثم عنا اللوز، ثم عنا اللوز المقشر، ثم اللوز بالقشرة نتاعو، وثم الزدة اللي هي ثم نقول احنا سيسون دي ديريفي نتاع الفصدق واللوز موجودة عنا. عنا شريحة الهندي، عنا شريحة الكرموس الزدة موجودة عنا في المعرض نتاعنا. ثم حاجات اللي هي بيولوجيه تسكيب بيولوجي اليوم نحب نوصلوه للمواطن مش هو يستفيد منه. مش بالعباس هي منطقه منتج الفصدق كما كنت تقولها، ونخز بهذا الموجود عندنا لهنا. هي سنة وفرت في القاسرين كامله وفرت 1100 طن من اولها، هي تاخذ اكثر من نصف المساحه في القاسرين، اكثر من نصف المساحه المنشا هي من 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 مش بالعباس. هي قفصة صحيحة الأولى في نطاق الولاية منجا، ولكن المعتمدية الأولى المنجا الفصدق هي مش بالعباس، وهذا اللي أكدته الإحصائيات اللي بقية تصير. وأصلا فما فوارق في نوعية الفصدق الموجودة اللي عنا نحن وأهل الاختصاص أدرى بهذا، في 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 المذاق، في الكاليبر الموجود المنتج. هذا الكاليبر هو يختلف من منطقة إلى أخرى. مش بالعباس علاش هي الأولى؟ على خاطر نظرا للتغيرات المناخية ولت شجرة الفصدق ياسر متأقلمة مع التغيرات المناخية ومع التربة اللي عنا، ولهذا رجعنا في استغلالها كمضاد للتصحر. معناها اش معناها مضاد للتصحر؟ باش استابيليزاسيون دو سول في بلاصه باش نخلوا المنطقه حمراء وقابله للانجراف والتهرئه، استعملنا الشجره ذي للحفاظ عليها. وبطبيعي الحال انه نحن في منظومه الفصدق مانيش باش نجموا ناخذوها هي كقطاع متفرد، ولكن اصبح هو مستغل في تنميه للجهة تنمية كاملة، واللي خلينا نأخذ بعين النظر أنه نحن نطوروا هالمنظومة هذه. الله مستعان أخوي. مرحبا بكم أخوي. مرحبا بكم، تفضلوا أخوي. شنية عنا اليوم من المجب العباس؟ عنا من المجب العباس عنا اللوز وعنا الفصدق، عنا جبنا لهم الأخضر الفصدق وجبنا لهم اللوز المكسر البيولوجي. هذه حاجة طبيعية، هذه حاجة بيولوجية، هذه من بلادنا أصل، هذه معناها حاجة صحيحة بيولوجية تونسية 100% أخوي. هذه حاجة عندها 15 يوم من اللي طابت، هذه حضرة السنة، هذه حاجة جديدة هذه أخوي. هذه معناها سلعة مازالت فريشكة من القاصرين تونسية؟ مازالت صحيحة، هذه غير هبطت للسوق توا، هذه مازالت جديدة الفريشكة، هذه حاجة ما ثماش، هذه مازالت في السوق هذه. ولكن اليوم نعم؟ هذه مع عند الفلاح ديريكت، هذه معنا نحن ديريكت. هذه من المنتج المستهلك. هذه من المنتج المستهلك. والسوم حتى هو سوم منتج؟ لا السوم متناول للجميع، هذا للفلاح وللي تيشري الزيت، خاطر فتره هذيك هي فتره توتي هذا في الوجود نتاعو، خاطر بعد فتره يتفقد هذا ما عادش موجود، توتي موجود هو توتي، هذه الفتره نتاعو السوم هذا متناول، بعد فتره يطلع ما عادش تلقاه السوم هذا الفتره ذي. اي نعم. هذي شنو هو تو هذا؟ هذاك فصدق، هذاك في ايامات الاولى يخرج كيفك من الشجره، يخرج النوع هذا يجي طري كيفك يتاكل، وبعد فتره كيفك يمشي يولي يشيح، يولي يجي النوعيه هذه، جي النوعية هذه واللي يشيح كيفك يتاكل، ثم اللي حاب ياكلوا كيفك ياكلوا، واللي ياكلوا كيفك ياكلوا يشيحوا. هذا يسموه فيه الفريك نتاع الفصدق هذا. ويتاكل معناها هو هكا اخضر؟ يتاكل اخضر، ايه مطعمه كيفك، نحن ناكلوه هكاك اخضر. ايه وبنينه ها قدامك هاك تشوف الشعب قدامك. وقد ايه سمو؟ هذاك 20 دينار هذاك للشعب هذاك اليوم. انا وفاء هاك تشوف فيه ديجا وفاء هذاك. فما إقبال برشا؟ موجود الإقبال الحمد لله، موجود الإقبال، الشعب قاعد يأكل الحمد لله إقبال. أنت فلاحة؟ نعم. قديش عندك تخدم معناها في 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 اللوز؟ بالنسبة للوز والفصدق من عام 87 هذه مغروسة السنية، هذه من عام 87 في المنطقة متاعنا هذه. وهذا كله كيف نرجعوا خارج مجب العباس اللي هي ما هيش معروفة، وحتى الممكن نعرفوا عليها اللي هي منطقة نائية بعيدة، بنية تحتية تعبة، تنمية تعبة غادي شوية، العبيد مش معناها الدولة مراعيت لهم برشا، خاطر نحن قاعدين نجهد وجهد كبير باش يوصل كيفك خدمة، معناها عام كامل عندك 12 شهر وانت تخدم باش توصل الذي خدامة، وبرشا تعب وبرشا مصروف، والدولة مش ياكل مراعية معناها، والحمد لله ديما نقول له عاد الحمد لله. وكا هو معناها هي منطقة تنتج في الذهب،
هذا يذهب تنتج فيه، علاش ما تتلهاش بيه؟ ايه سبحان الله، هذيك هي الدولة نتاعنا، هذاك هو، ديما نقول الحمد لله وكهونا. انا جاب ربي فما ناس اللي هي تخدم وما زالت معناها مكبشة في الارض نتاعها ومكبشة في ما معناش حل نشدوا في بلادنا ونخدموا لها نيتي، وما عندناش حل بشوي بشوي اللي يفرجها ربي ان شاء الله وكهو. مساج هكايا للمسؤولين نجموا يتفرجوا فينا بحكم انتي فلاح ولد المنطقة. مساج نحب نقول لهم يجوا لبلادنا غادي ويشوفوا وش عنا وش نخدموا وش نتعبوا كذا وش عنا في بلادنا، ويراعونا شويه باش في امور الماء وامور السقي باش نتقدموا غادي شويه وتولي اسهل الفلاحه شويه، تسهيل الفلاحه عنا غادي شويه. السلام عليكم. تفضل. مرحبا اخويا عسلام. خويا هذا فستق مجب العباس. فستق مجب العباس. شنو حكايه فستق مجب العباس؟ فستق مجب العباس عندنا تحت المرتبه الاولى على مستوى وطني، فهمتني؟ معنا إشكالية في لا محمد رسول الله في الترويج، نحن فهمت ولا إيه ثم نش عن سوم بخس هنا غادي يخدم، فهمت ولا يخدم بثلاثين 35 نطلب من الدولة أن يتعاملنا، فهمت ولا ديوان خاص بالفستق كيما ديوان الزيت، فهمت ولا باش يتصدر. أنت فلاح؟ فلاح. نعم فلاح. وقديش عندك معناها تخدم في الفستق؟ والله عندي حكاية 20 سنة، 20 سنة فنخدم عنا الفستق فلاح. ويقولوا قد الفستق 40 دينار الفستق، يقولوا للكاليبر مجب العباس كعبة الفستق اكبر من اللي تلقاها في بلاصه اخرى، صحيح؟ مجب العباس كاليبر اكبر كاليبر وفيوليت من داخل معروفه مجب العباس، حتى مستوى جوده تحتلت المرتبه الاولى في الجوده. فهمت. اي مجب العباس راهي المنطقه اللي يقولوا منطقه نائيه بعيده مهمشه، تخرج في الذهب، هذا تخرج في الذهب الاخضر، تسموه الذهب الاخضر. نحن غادي الفستق وبخلاف الفستق ثم زيد حوايج اخرى جايه من جبل العباس. عندنا زيتون زيت بيولوجي، فستق بيولوجيه كل السلع هذه، فهمت؟ اللوز بيولوجي كله بيولوجي. تو انت قلت عندنا مشكله في الترويج، عندنا مشكله معناها الانتاج كبير وتبارك الله شيء كبير. صح، انا نحتلوا المرتبه الاولى على مستوى وطني مجب العباس. انتاج وفير، اما معناها مشكله الترويج، تبقى الفلاح يعاني مشكله الترويج، ونطلب من الدوله ان تحل لنا مشكله الرخص. معناها انت كل صابه تجمعها وتقعد واحل كيفاش باش تبيعها؟ صار غادي كهو، فهمت ولا يجونا ياك السماسره، فهمت، يلعبوا عليك الفلاح وكذا بسهم رخص، فهمت ولا يهزوه ويمشوا، فهمت ولا. نطلب من الدوله نعاود مره اخرى تعطينا ديوان خاص بفستق مجب العباس، فهمت، خلي الفلاح يتسنى الفلاح ترويج المنتوج نتاعو. سينا السوم توي كي يسمى رخيص 40 دينار، ما عنديش فكره انا. رخيص ما رخيص 40 دينار تستمر. اي نحن ملكنا، نحن ما في نطاق مهرجان الوطني الفستق من المنتج المستهلك. انا فهمت لا نراعوا في ظروفنا المواطن التونسي وكذا، انا نولوا نهضوا. احنا في مهرجان الفستق بمجب العباس، نعرفوا لي الفستق نشوفوا فيه هذا الكل، المنتوجات كلها جايه من مجب العباس. انا نعرف في العاده كي نقولوا مثلا نسري نقولوا زغوان، كي نقولوا فستق نقولوا قفصه، ما في باليش كي نقولوا فستق نقولوا مجب العباس. مجب العباس من قبل غير ما عنديش اشهار وما عنديش اعلام، قبل متلفت لها قبل، حبينا نعملوا مهرجان ونجوا هنا القفصه لتونس العاصمه باش نبينوا انه مجب العباس منطقه فيها الفستق، وهي بريسك الاولى في تونس وفي الاولى في المغرب العربي اللي في بالي بيها حسب السلطات في تونس حسب الاوراق نتاع وزاره الفلاح. قداش عندك عشره مع الفستق؟ انا مازلت صغير، عمري 25 سنه، مازلت صغير انا نفهم في الفستق مليح. قديش عندكم 10 وبعض؟ 20 سنه، 5 سنين ما نعرفوش، مازلت صغير 20 سنه عمري، مازلت صغير ملي حليت عيني في الفستق. معناها هذا هو المورد الرزق الاساسي نتاعكم. اي نجوا في وقت الفستق نبيعوا فستق، غير عندنا جفاف والدوله ما خزرتلناش بالماء، هذاك ليش ما نيش نحن شجرة الفستق في الأصل تجيبها في 12 كيلو 15 كيلو، نحن في الفستق تجيب في 7 كيلو 5 كيلو كي تخدمها، خطر المتر نتاع الماء متكلفنا ب 5000، فهمتني؟ الله غالب أنا معناها التريبل نتاع الفستق أكثر منك، معناها كاش رمي هنا للأخر ثم فستق، فهمتني؟ خطر الفلاح عندهم شوي شوي، معناها برشا مشاكل كعبة الفستق هذه تعانيها باش توصل المواطن التونسي. تبقى في الصيف كامل، معناها من بريست من فيفري نبدو نخدموا فيه. بخلاف انا حكيت لك بخلاف قبل الزبيره قبل من العام كامل نحن نخدموا بطبيعتها، اما نحكي لك في وقت الماء من فيفري حتى اخر اوت اول سبتمبر لازموا الماء.
لازم الماء ماء. يقول لك هو الفصدق ما يحبش الماء ياسر، الفصدق يحب الماء. كما يجيبوش الكعبه صغيره مش يشريها حتى واحد، فهمتني؟ ونحكيك بخلاف الدواء راه بخلاف كل شيء، خاطر الفصدق يحب شويه دوائيات شويه كذا. لكن يقولوا لي هو بيولوجي. نحكي لك، نحكي لك في البيولوجي، ثم دوائيات بيولوجيه تخدم فيها الشركات في تونس مطبوعه انت عارفها بيولوجيه. شكاره لامونيتر كانت ب 40,000 باش تخدموا مش بيولوجي، ثم البيولوجي شكاره ب 100,000. اما نحكي لك مش نخدموه بيولوجي، نخدموه كان بيولوجي مثلا. البيولوجي لازمك الماء، الماء ما ثميش. شفت الفلاح يشرب فيه المتر ب 5,000 انا خاطر ما نحسبوش. نحن فلاحه مش نحسبوا بويتنا كل شيء يجي يجي فلوس مع بعضها انا يصبها في ايش بدك 5 ملايين 6 ملايين هكاك يحس روحه واش بد 5 ملايين انا زيد يبدا يصرف منها شويه على الطبه وهنو يخدم بيدو ما يحسبهاش كان مش يخدم في خدمه اخرى في شويه مرمه ولا كذا بالحق راهو هذاك الاكثريه كيف هكاك راهو في مجبر عباس وان شاء الله تجوا تشوفوها ومرحبا بكم في مجبر عباس شنو هي الامور في مجبر عباس تعب العبيد تعب اما كنت ثم شكون عنده مورد رزق في الحدود كانت نجم تعدى وتحب تعديش ما تعديش اما ثم كانت العباد تخدم شويه حدود هاني تحرك شوي العباد كانت في ليبيا قبل ما عادش توا يخدموا في المرمى في تونس في سوسه وفي كل شيء